أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. الست صاحبة الإرادة، بتعمل أي شيء ولديها قدرات، وأصدقائنا من ذوي الإرادة لديهم قدرات خاصة. قوة إرادتهم وعزيمتهم بتلاقيهم في مجالات كتير مختلفة، مجالات صعبة على الإنسان العادي. قوة إرادتهم وعزيمتهم بينجحوا ويحققوا نجاحات فيها رغم ضعفها كونها إنها أنثى، رغم ضعفها كونها إنها من أصحاب الإعاقات. صديقتنا الجميلة بتثبت لنا عكس ذلك. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب، بتتحدى الإعاقة. صديقتنا الجميلة رغم بترقها الثقيل بتعمل في شركة للمعدات التقيلة، وبتقوم صديقتنا الجميلة بإرادة قوية وعزيمة وإصرار وقيادة أحد الروافة. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد. وأصدقائنا من ذوي الإرادة قوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على مواجهة كل التحديات ومواجهة كل الصعوبات. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر.